الشاب دوناسي باسكو ميم حنايا اليوم غادي نديروا العمل. بالنسبة اليوم العالمي للمرأة مصادف 8 مارس ككل سنة من ولاية الجزائر على غرار من ولاية القطر الوطني تحيي هذه الذكرى والتي نصب من ورائها حسب توجيهات وتعليمات القيادة العليا للأمن الوطني بترسيخ أواصر الترابط والتلاحم ما بين النسوة والرجال. بمناسبة عيد المرأة أول شيء نقولهم كل المرأة الجزائرية صحة عيدك إن شاء الله، كل عام والمرأة الجزائرية بخير، ونشكر الأمن الوطني إن شاء الله كل عام إن شاء الله كل عام يتفكرنا. بات اليوم يعني تقليدا لدى جهاز الشرطة أنه يقوم بتكريم عدة شخصيات ويعني عدة عاملات في عدة قطاعات خاصة قطاع الإعلام، وهذا شيء يعني يدعمنا ويشجعنا، لأننا اليوم كما سبق وأشرت إليه أننا يعني نكرم من طرف عائلاتنا الثانية التي هي عائلة الشرطة. بمناسبة تكريمي هنا بمصلحة أمن ولاية الجزائر، نشكر مصلحة أمن ولاية الجزائر على هذا التكريم الرمزي، ونقولها بهذه المناسبة عيد سعيد لكل الشرطيات.